طني عدلوا النصارى يقد يعود قايلوا بيضاني يا طير النصارى كانوا معاهم قاع قميات وهم اللي ماشيين معاهم ويخبطوا معاهم يقد يعود يا طير ما يعدلوا وطني 1924 شو عدل فيها ما هو شاورنا علي ولا هو موريتاني وموريتاني قاعد اسمها ذيك الساعه ما تخلي اذا اعلنوا ظهر لي مولانا اعلنوا الناس اللي مولي تتعصب الوجهد اللي رايت منها قاع ما يحفظوا كلماته قاع ما يعرف الا يقول النشيد الوطني تو اذا اعلنوا ظهر لي مولانا اعلنوا اليوم للي لا ينعدلوا نعود بعد احنا معدلينه ولا صادقنا عليه نعود احنا هم اللي مصادقين على نشيدنا الوطني والرايه الرايه مولي هذا كامل لا وجهزنا ولا وشاورنا عليه وقال لنا راي رايتكم ذا هي فيها نجمه والقمر وذا هي هذه رايه موريتان احنا هم في زوارات النشيد الوطني اللي كنا نقراه في المدارس في ذي المدرسه رقم واحد ان قال لها كانت ايكول سيد ما هو النشيد اللي كنا نقراه في المدرسه هذا اخير نومنا بلادنا لا تشتكي وعقب ذاك هذا نشيد النهضه ما هو قاع نشيد وطني يا غير بعد احنا كنا شاكين انه هو النشيد الوطني اذا اعلنا ذم التعصب للنشيد الوطني والقضايا جهزها المستعمر وسماها اللي بقوا اعطاها لنا وما نختاروا شي معدلين احنا كيف الناس كامله ما خالقه دوله ما هي المعدل نشيدها ولا خالقه دوله معدل نشيدها المستعمر ما بدلته ما عداها دول في افريقيا ما زالت نشيدها قاع بالفرنسيه غير ذاك شي يعني